توجد في الرقصة يعني في نهاية الرقصة ما يسمى الهوشلية، يعني مثلها مثل عندنا مثل مناطق أخرى يعني، لكن كل منطقة لها يعني نوع خاص. بس كيف هي الهوشلية هذه قد قمة النشوة، قمة النشوة في الرقص يعني. الهوشلية في عندما تكون في آخرة يخرج اللاعب ما عنده. رقصة المزمار عندنا أو رقصة ثنائية تسمى، لأنه يرقصها اثنان، تبدأ بحركة اسمها الدعسة، لأنها تجي دعسة الرجل هكذا. الدعسة من مرحلتين، مرحلة بطيئة حتى يسخن، هذا نوع من التسخين. تبدأ بعدها الدعسة بالحركة السريعة. بعدين تدخل في البيضانية، تجي مقطع البيضانية. حتى تصل في الحركة الأخيرة الموج. الموج هذا يكون قد الراقص وصل إلى مستوى من التسخين عالي، مثل لاعب كرة القدم يعني يبدأ في التسخين. الموج هذه قد وصل مراحل التسخين، لأن فيها تموج وفيها جلوس وقيام وهكذا. هذه من ثلاث حركات بس، الحركة الأولى من مرحلتين يعني اللي هي الدعسة، بعدها البيضانية، بعدها الموج. الرقصة الثنائية يعني دخلوا الغناء، الغناء هذا بمثابة استراحة للاعب، لأنه في وقت الغناء اللعب يهدأ. بس كيف؟ يعني هكذا دخلت الغناء هذا، يعني هم يختار من أغاني مختلفة هكذا، المهم يجي جمل وهكذا. تلاحظ أنه وقت الغناء اللعب يهدأ، يعني كنوع من الراحة للاعبين. عندما ينتهي من الغناء تعود الحركة أسرع. يغنوا على الإيقاع البيضاني كثير ويغنوا عليه، مصاحبة الأغاني، الرقصة البيضانية مصاحبة للغناء. الرقصة الثنائية تطول حسب رغبة اللاعبين. عرفت كيف؟ وليس يعني هي لها، بس كل إذا طالت إنها بتكون مملة، لكنها المطبل أو المزمر هو بيشوف لها حركة، هذا هو اللي يطلب التغيير، حتى يطلب التغيير في كل حركة. عندما يشوف نفسه سخن من الدعسة يبدأ يأشر لله، كأنه خلاص اقلب ادري أسرع، يدي لها أسرع. بعدها يبدأ في البيضاني. يعني الفنان او المزمر والمطبل يتبع حركة اللاعبين، وهم من يطلبها منه يعني النقل الى المرحلة اللي بعدها الى المرحلة اللي بعدها، وهم من يكتفيان، يعني هو يلتزم بما يريده.